يوم 27 عايز اتكلم عن التحكيم الافريقي. التحكيم الافريقي مهم جدا، زي ما احنا بنتكلم النهارده عن عرس افريقي في القاره الافريقيه النهائي الافريقي، اتمنى كمان من التحكيم انه يكون في الميعاد. التحكيم الافريقي عليه علامات استفهام كبيره جدا خلال الفتره السابقه وخلال مباريات كبيره، زي ما احنا شايفين الحكم امامنا الحكم الاثيوبي بملاك تسيما. عايز اقول لحضراتكم الحكام الاول المرشحين لاداره المباراه النهائيه، اول حاجه الجزائري مصطفى غربال، ده من الحكام الجيدين جدا، عنده خبرات، عنده ثقه، ادار مباريات كبيره. السنه اللي فاتت ادار مباراه الصفاقسي مع النجم الساحلي وكانت مباراه صعبه جدا، ادارها بحرفيه كبيره. عندنا رضوان جيد الحكم المغربي، حكم يمتاز بالنزاهه، ايضا حكم جيد جدا. فيكتور جوميز زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم من افضل حكام القاره الافريقيه، فيكتور جوميز ده الحكم مصطفى غربال الجزائري، حكم ممتاز مصطفى غربال، والحكم ايضا الاثيوبي ربيعهم بملاك تسيمة. في علامات استفهام كبيره حوالين الحكم الاثيوبي، من المحتمل ان يكون مصطفى غربال هو حكم اللقاء، انا بتنبأ من دلوقتي طبعا قبل المباراه بأيام قليلة بيعلن عن حكم المباراة، ومن المحتمل أيضا بملاك تسيمة أن يكون حكم الفار. هنا هيكون في علامات استفهام كبيرة إن حكم الفار لا يقل أهمية عن حكم اللقاء أو حكم الملعب. فالنهاردة علشان نناشد المسؤولين في الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام، عايزين مباراة جيدة، عايزين تحكيم جيد للقارة الأفريقية. النهاردة عنوان القارة الأفريقية هو مباراة الأهلي والزمالك، فالنهارده ما ينفعش التحكيم الافريقي يكون دون المستوى، سواء حكم الميدان او حكم اللقاء وايضا حكم الفار. فعشان كده احنا بنقول على الحكم الاثيوبي عليه علامات استفهام كبيره، اما فيكتور جوميز، مصطفى غربال، رضوان جيد، الثلاثه فعلا يشرفوا القاره الافريقيه في التحكيم.